رجعنا لحضراتكم مشاهدينا، والفقرة دي مخصصة لكل أفراد الأسرة، لكن خاصة طبعا السيدات. الست دايما بتحب تبقى جميلة كل يوم وكل وقت، لكن عشان تبقى جميلة لازم في بعض الإرشادات والتعليمات لازم تلتزم بيها علشان تكون جميلة كالشكل. اما جمال الروح ده فده هبه من عند الله سبحانه وتعالى. احنا ضيفتنا اللي منورانا هي متخصصه في الجمال، هتكلمنا عن بعض الوصفات السحريه اللي لازم اننا نتبعها علشان نبقى شكلنا جميل طول السنه. ضيفتنا اللي منورانا هي الدكتوره رانيا رياض، استشاري الجلديه والتجميل. مرحب بحضرتك يا دكتوره، كل سنه وانت طيبه. اهلا وسهلا، اهلا بيكي. انتي الساحره بتاعتنا النهارده خالص. على فكره انتي قلتي اول سر من اسرار الجمال اللي هو الجمال الداخلي. أيوة. هو ده اول سر ممكن اي حد يوصفه، الجمال الداخلي والروح الحلوه والنفس الطيبه وكل الكلام ده بينعكس على الوش. صحيح. بس برضو اللي بينعكس على الوش الارهاق، الاستعمال مستحضرات التجميل الكتير جدا. صحيح. لبعض الناس اللي عملها بيتطلب انها تحط مكياج كتير زينا مثلا. بالزبط. او زي غيرنا. وكمان قله شرب الميه، الاكل الغير صحي، عدم النوم في مواعيد منتظمه، يعني في حاجات كده احنا كلنا عارفينها وبنعملها. صحيح. فايه بقى اللي المفروض نبقى عارفينه ونعمله عشان برضه نحافظ على صحتنا وعلى بشرتنا وعلى جسمنا يبقى رطب كده وحلو وشكله جميل؟ احنا اتفقنا خلاص ان احنا بنعمل كل الحاجات الغلط. ايوه حصل. فاحنا بعد ما عملنا كل الحاجات الغلط دي، لا نرجع بقى نحاول نصححها. اول بدايه للطريق الصحيح ان احنا نصحح. اشرب شويه ميه، اهتمي بشرب الميه كل يوم، اهتمي بانك ترطبي بشرتك كل يوم، اهتمي بحاجة بسيطة جدا كل الناس بتنساها، وكتير قوي من الناس بتنسى ان هي تزيل المكياج لما تدخل البيت. أيوة. وده مشكلة كبيرة جدا، لان هو الميك اب وطبقات الميك اب ده احنا بنحط فاونديشن و و و وحاجات كتير قوي، دي بتسد المسام، ولما بتسد المسام بتخلي الجلد مش قادر يتنفس، يعني الحبوب تطلع بسهوله، التصبغات. على فكره برضو الميك اب لو وقفتي بيه في الشمس كتير ده مش كويس ابدا. أيوة. لانه ده ممكن يخلي يبقى فيه تصبغات في البشره. فكل الحاجات دي بسيطه قوي، ميه وغسيل وش. يا ايه ده، حاجتين بسيط جدا. ميه نشربها ونغسل وشنا بالميه والصابون، ابسط حاجه. لا هو برضو في نقطه بقى مهمه حابه اقولها في موضوع غسيل الوش ده. غسيل الوش مش زي غسيل اي، مش زي غسيل الايد ولا الاستحمام ولا اي حاجه. حتى الاستحمام برضو بشره الجلد بتختلف يعني من شخص لاخر. ففي ناس بشرتها دهنيه وفي ناس بشرتها جافه. ففي بعض بقى الناس بقى اصحاب مع بعض يقولها شفتي الغسول فلان الفلاني ده انا بغسل بيه جنان، وواحده ثانيه تقول لها لا دي الصابونه مش عارفه ايه جنان. لا لازم تركزي كويسه مع بشرتك انت، لكن ممكن تبقى مختلفه مع بشره حد ثاني. اتاكدي ان البشره دي غير دي. شوفي اولا اعرفي نوع بشرتك، اولا اعرفي انت ايه، جلدك نوع ايه، وبعد كده استخدمي الغسول المناسب لجلدك. في كتير قوي مثلا يستخدموا صابونه جليسرين وهم مثلا بشرتهم دهنيه وبتطلع حبوب. يا ربي ده طلع حبوب اكتر والموضوع يسوء اكتر، وبتيجي لي بقى في العياده زعلانه جدا انه ايه ده بشرتي بتطلع حبوب مع اني بستخدم صابونه طبيه. طبيه ايه؟ لا اصلك صاحبتي هي اللي قالت لي عليها، الاقي ان هي جليسرين. جليسرين دي كلها كريمز، كلها فاتس. فيبقى البشره نفسها بتطلع فاتس وانا بديها برضو دهون اكتر، فطبعا بتبقى الحكايه مش لطيفه ابدا. في ناس تانية بشرتها حساسه او بشرتها جافه، تستخدم الحاجات بتاعت او الغسول بتاع البشره الدهنيه مش مناسب لبشرتها، مش مناسب يجففها اكتر. فمشكله بقى الدهن. مشكله كمان كبيره جدا، في بعض السيدات بتلجا لمراكز التجميل اللي هي الكوافير، يعني واروح عشان انظف بشرتي عند الكوافير، اروح اطلع الحبوب السوداء اللي بتبقى موجوده بادوات طبعا غير معقمه وغير صحيه، اروح عشان اعمل تقشير للبشره بماسك مش عارفه ايه، كريم مغذي ايه. الحاجات دي عايزين من حضرتك نصيحه. عايزه اقول لحضرتك حاجه، انت بتكلميني عن حاجه انا بشوفها كل يوم في عيادتي. بتجيلي عندها مشكله كبيره قوي في وشها، اقول لها لا يعني هو في حاجه حصلت، تقول لي رحت نظفت عند مركز تجميل او كوافير. مش بقول ان هم كلهم مثلا ما بيرعوش التعليمات الصحيه وتعليمات التعقيم والكلام ده، بس في كتير منهم ما بيركزوش، لان الحاجات دي محتاجه ان انا اعقم سواء الادوات او سواء البشره، اتعامل بحرص، الحاجه الانفليمد او الملتهبه ما فعص فيها،
حاجات كده. فبيحصل ان هي بتستخدم نفس الاسلوب ونفس الطريقه مع كل الناس بكل الطرق، فبتلاقي ان الوش باظ. فانا بنصح كل واحده قبل العيد ما تروحش تعمل تنظيف بشره في حته مش واثقه فيها قوي، لازم تكون فيها تعقيم وعلى الاقل مراعات القواعد البسيطه للنظافه. بالظبط. طيب فكره الكريمات اللي هي تقشير والكريمات اللي بترطب والكريمات اللي بتغذي، الحاجات اللي بيستخدموها معظمها بتكون حاجات طبيعيه زي ما احنا عارفين، مش عارفه الترمس ايه، العسل الابيض ايه، الحاجات دي تنفع مع اي بشره ولا لازم يكون لا طبعا في طبيعة مش كل يعني مش معقول مثلا بشره زي لسه ذاكره دلوقتي عن الغسول، مش معقول بشره جافه احط لها ماسك يزود جفافها، ومش معقول بشره دهنيه احط لها ماسك يزود الدهون فيها، زي مثلا ماسك الزبادي ممكن بيستخدم في ناس كتير قوي بتحط موضوع الزبادي ده على وشها. طب انت لو بشرتك ملتهبه او فيها حبوب وفي زياده في الدهون في افراز الدهون من الغدد الدهنيه، احط كمان حاجه كمان تزود. فطبعا معرفه نوع بشرتي اهم حاجه في ان انا بعد كده اقدر اتعامل معاها ازاي. على فكره زياره الطبيب الجلديه حاجه كده مفروض نعملها كده زي زياره طبيب الاسنان كل فتره دوري. نروح نسال نستفسر نعرف الروتين اللي احنا هنمشي عليه. اكيد كل حد بيقابله مشاكل، ما يحاولش يحلها بمزاجه، دايما يروح لحد متخصص يقول له يعمل ايه ويوجهه. أيوة في الطريق الصح. طيب غير الماسكات بقى وغير البشره، يعني احنا بشرتنا مش بس وشنا، ايدينا، الايدين ساعات بتبقى ناشفه من اشغال البيت، الرجلين ساعات بتبقى ناشفه، فبرضه نعمل ايه علشان بشرتنا كلها تكون تمام؟ ما هو دايما الجلد دوا بيجف في اوقات الشتاء تغير فصول والشتاء بتبقى في جفاف في الجلد، فتلاقي حتى كتير قوي من الناس تقول لك انا بيبقى في طبقه رده كده على جلدي. أيوة في الشتاء. ايوه في ناس تخش تاخد دش وتطلع تقول لك انا جسمي مقشف. مقشف بالظبط. فدايما نستخدم المرطبات العاديه الموجوده في السوق، منها حاجات من شركات وبراندات مصريه رائعه وباسعار صدقيني يعني مش لازم تبقى غاليه مش لازم تبقى غاليه، مش لازم خالص البراندات الاجنبيه، براندات مصريه عندنا رائعة وفوق الرائعة. نقدر نستخدم مرطب للجلد يومي يعني بعد الحمام في الشتاء، في الصيف بقى الموضوع ده بيقل بصراحة. بيبقى الجلد أكثر، بيبقى فيه رطوبة وعرق وحر، المهم النظافة علشان ما تنموش عليها البكتيريا وتطلع بقى أو الفانجس اللي هو الفطريات وتطلع بقى الروايح تظهر التينيا الحاجات دي، فالنظافة وتجفيف الجلد. لازم نتنشف كويس عشان ناس بتخش تاخد دوش او تتوضى او تغسل وشها وتقول هتنشف لوحدها الدنيا حر. صحيح. ودي اكبر غلطه بيرتكبها اي حد في الدنيا، لازم التجفيف. خدت الدوش حسيت براحه، حسيت ببروده في الجو الحار اللي هو مقبلين عليه الفتره اللي جايه، بس لازم التنشيف. هنقي يعني نص مشاكل الجلد في الصيف لو انا نشفت بس. أيوة. لانه التينيا فيرسي كولر او التينيا الملونه، الفطريات ما بين الاصابع القدمين بتطلع برده من حكايه عدم التنشيف، دول حاجتين فيري فيري كومن موجودين جدا جدا في عيادات الجلديه في فصل الصيف. فطبعا العرق والرطوبه جزء، بس حكايه التنشيف بعد الحمام ده جزء تاني. طيب ايه نصيحه حضرتك تقوليها لنا عشان نعتني ببشرتنا في البيت من غير ما نلجا لا لمراكز التجميل ولا اننا نلخبط الدنيا؟ نعمل ايه؟ احنا بدايه قلت لنا نشرب ميه كتير. طيب ايه نوم كويس قوي، لانه قله النوم او النوم المتقطع ساعات قليله كده وفترات مش دايما، الامهات اللي بيبقوا عندهم اولاد صغيرين بيناموا فترات تلاقي فعلا وشها باين عليها ان هي كده وشها شاحب، ممكن تنام ممكن الثمان ساعات بتوعها بس متقطع لا. يبقى نوم متواصل يعني فتره على كل يوم، دي حاجه مهمه قوي. شرب الميه، اتنين معرفه نوع بشرتي وكيفيه التعامل معاها سواء هي جافه او مختلطه او دهنيه، علشان دي حاجه مهمه جدا عشان استخدم الغسول الصح، علشان استخدم الكريم الصح، علشان وطبعا عدم وضع المكياج عمال على بطال. أيوة. يعني في ناس بتحب تحط حتى مكياج في البيت وده مش كويس قوي يعني، لانه يعني ده بيخلي البشره زي ما قلنا تتخنق. يعني اهم حاجه ان انا مجرد ما حطيت ميك اب وروحت لازم ان انا اشيل الميك اب علشان بشرتي تعرف تتنفس.
حكاية المستحضرات اللي بتبقى واقية من الشمس. أهم حاجة مهمة فعلا يا أستاذة، أنت جبتي أهم نقطة عندنا، وبرضو ناس كتير قوي بتجي لنا عيادات الجلدية بتشتكي من مشاكل كتير قوي عشان بس حاجة واحدة بنقولها لهم هم بيعملوا إيش. استخدم سان بلوك. أيوه. أو واقي شمس. السان بلوك ده مهم جدا. في ناس مش بس وانا رايحه البحر يعني وانا رايحه البحر هستخدم سان بلوك، لا في ناس تقول لك انا مش بقف في الشمس. طب حضرتك ممكن تكون بتسوق ساعه لغايه شغلها كل يوم رايح جاي، فدي وهي اصلا الشمس بتدخل من الازاز بتاع العربيه. حضرتك عارفه ان في دكاتره بيقولوا للسيدات اللي بتقف في المطبخ في الصيف كتير حطي سان بلوك وانت واقفه في المطبخ؟ يعني هي حكاية دي مش لكل الناس طبعا، بس في أمراض معينة بتستلزم ده. يعني لازم السان بلوك حتى لو أنا حاطة مكياج وحاطة مكياج جامد وكتير، لازم البيز بتاعه سان بلوك يكون سان بلوك. وفي فاونديشنز فيها اس بي اف. أيوة طبعا. يعني في أنواع فاونديشنز فيها اس بي اف ودول بيبقوا رائعين، لأن إيه هو الاس بي اف؟ هي قدرة المنتج ده على حمايتي من الشمس. طبعا هنا في مصر ما بنستخدمش أقل من 50 بلس. 30 او 30 15، كل الحاجات دي ملهاش قيمه، مش مؤثره. والا احطها فترات اقل، يعني مثلا كل ساعتين. كل ساعتين ومين وكل ساعتين هي يعني، فمن الاحسن اجيب منتج فوق ال50. ده اهم حاجه. وطبعا ده يوميا، الناس اللي بتنزل شغلها كل يوم، الناس اللي بتقف تنتظر اتوبيس او تنتظر مواصله بيعتبروا نفسهم بيقفوش برضو في الشمس. او ما بروح، لا انت بتقفي في الشمس. الناس الامهات اللي بتودي ولادها النادي كل يعني حتى تمارين وحاجات كده بيبقوا ناس يعني، لا المهم قوي وانت نازله التمرين، ودي مشكله بقابلها كتير قوي، ان هي بتنزل التمرين كتير مع الولاد وبتنسى نفسها خالص، تبقى مش حاطه سان بلوك او اي حاجه. لكن ده مهم جدا جدا. طيب احنا برضو مقبلين ان شاء الله كمان يومين ثلاثه على العيد. كل سنه حضرتك طيبه. فيعني العيد بيبقى معظم الناس طبعا احنا مش عارفين الجو ايه، لانه يوم كده ويوم كده بالظبط. لكن لو في شمس واحنا هنخرج غير السان بلوك، نعمل ايه علشان نحتفظ ببشره كويس؟ ببساطه شديده جدا، ما اقفش في الشمس دي. ماشي، وهنحط سان بلوك والبس مثلا كاب. احط سان بلوك بس وميه وميه خلاص، لكن مفيش اي حاجه جديده ممكن نعملها. طب في بعض الناس بتحب تعمل اللي هي ايه، العنايه اليوميه، في كريم قبل النوم، وفي كريم الصبح لما اصحى بعد ما اغسل وشي، وفي كريم في نص النهار عشان جسمي يبقى رطب. ده الكريم الكريم بتاع الصبح دايما نخلي يكون فيه مرطبات او فيه هيالورونيك اسيد. لان الهيالورونيك اسيد ده هو عباره عن، هو بصي الهيالورونيك اسيد اهميته طبعا ان هم لما بيتحقن في الفيلر نلحقنه جوه الجلد ده بيبقى افضل، او لو مثلا بندهنه على البشره في جلسات مثلا الديرما بان فبنعرف ندخله. لكن مبدئيا ويوميا والروتين ممكن نحط كريمات اللي فيها هيالورونيك اسيد دي في مناطق حول العينين ومناطق والوش كله، ده صباحا. ده للترطيب الصباحي وبيكون بنسبه قليله، يعني ما بنحطش كميات كبيره. بالليل اي كريم فيه ماده الريتينول. الريتينول دي ماده محفزه للكولاجين وشويه مقشره وبتمنع الميلانوجينيسيس او اللي هو التصبغات في البشره. فطبعا لو في حد داوم على نوعين الكريمات دول، كريم صباحي فيه هيالورونيك اسيد ومسائي فيه ريتينول، ده بيحافظ على البشره شابه فترات طويله جدا. طيب في بعض الناس برضو بتستخدم كريم التفتيح بشكل يومي. كريمات التفتيح هم عايزين يبيضوا شويه او يفتحوا شويه، ده صحي ولا غير صحي؟ مفيش حاجه اسمها هبيض، في حاجة اسمها ان احافظ على لوني. مفيش حد هيبيض لما يستخدم كريم تفتيح، ده كلام غلط خالص. انا كده باذي بشرتي، انا كده بدمر بشرتي لو انا هدفي كده. وشفنا ناس بيستخدموا فورمولاز كده سيئة جدا، بعد كده وشهم بيلطش وما نعرفش نعمل لهم حاجة. نسيبهم كده نقول لهم انتظروا لغاية ما وشكم يرجع تاني، نقعد نديهم مضادات اكسدة. لكن في حاجة اسمها ان انا احافظ على بشرتي من التصبغ، او لو في بقع بعالجها. وفي نوعين من كريمات التفتيح، في نوع في مواد كيميائيه زي الهيدروكينون، ودي ماده كيميائيه
طبيه ليها طريقه في الاستخدام، وفي انواع طبيعيه زي الليكورش اكستراكت. ايه الليكورش اكستراكت؟ دواء العرق سوس بيطلعوا منه مواد، وفي وحاجات تانية طبيعيه كتير قوي ممكن بيحطوا بتتحط في كريمات وبتبقى مكتوب عليها ان هي المواد الموجوده هنا طبيعيه. دي فيري سيف، وممكن نستخدمها الصبح، ممكن نستخدمها بالليل، وممكن نستخدمها فترات طويله. لكن برضه مش عشان اغير لون بشرتي قد ما هو عشان اشيل الصبغات. فعلا هو عشان اشيل التصبغات. لكن بالنسبه للهيدروكينون لا، ده لازم يكون تحت اشراف طبيب. ما ينفعش ابدا 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 اروح اجيب ماده الهيدروكينون اللي هي موجوده باسماء تجاريه كتيره جدا في السوق واروح احطها على وشي عشان افتحها. دي ممكن تؤدي الى دمور في الجلد، ممكن تؤدي الى بعد الشر سرطانات، ممكن تؤدي الى مشاكل كتيره جدا. فماده الهيدروكينون سواء 2% او 4% ابدا ما استخدمهاش اكتر من اسبوعين، اقصى حاجه شهر تحت اشراف طبيب بالليل. ابدا ما تعرضش للضوء ولا شمس وانا بستخدمها، ولو عملت اريتيشن او التهاب بنوقفها فتره وبعد كده نرجع نستخدمها تاني. يعني احنا حاولنا اننا ندي كميه كبيره من الارشادات، يا رب الناس تلتزم علشان كل ست تبقى جميله من جوه ومن بره. احنا ضيفتنا اللي كانت منورانا الدكتوره رانيا رياض استشاري الجلديه والتجميل، نورتينا ومعلوماتك كتير كانت مفيده بالنسبه لنا. شكرا لحضرتك. شكرا ليكي. بكده خلصت فقرتنا الرئيسيه في طعام البيوت، بس لسه فاضل هنقابل حنان مع ايمي في المطبخ. لكن